لم نفهم الأروع في هذه المسألة. ليش هذه الحقوق والحدود هي حدود تعتبر حقوقاً للجماعة كلها؟ أنا أوضح لكم، بخلاف القتل، بخلاف القتل، القصاص حق الفرد هذا. تعرفوا لماذا؟ الذي يقتل معظم حوادث القتل أيها الإخوة الفردية، مش الحرابة الآن، إنما تقع لأسباب ماذا؟ مخصوصة، خلاف بين شخص وبين شخص آخر يتأدى به الحمق والإجرام إلى قتله، واضح؟ فإذا قتله استراح، فهذا يؤخذ منه الحق كما قلنا، أو يعفى عنه. ليه؟ لأنه هذا لا يهدد المجتمع، هذا القاتل قتل هذا لغرض، لمصلحة، بينه وبينه مشاكل، مثل صراعات المافيا، لكن ما بيهددك أنت ولا أنا، ما فيش مشاكل معنا، بخلاف السارق، بخلاف البطعن في أعراض الناس، بخلاف الزاني، لص الأعراض والعياذ بالله، هؤلاء أنا أسميهم ذئاب أو لصوص الأعراض. هؤلاء من حيث الأصل لا يعني سرق مالك أو مالي، يعني أن يسرق ماذا؟ مالاً، بده أي مال، لا يعني أن يفحش بهذه أو هذه، يعني فقط أن يمارس سوءته الخلقية بأي طريقة مع كل من اشتهى والعياذ بالله. لص ذئب، مثل الذئب، مثل الذئب، الذئب لا يفرق، هذه غنم وهذه غنم، كل غنم خلاص انتهى، يبعج هذه ويضرب هذه، كذلك هذه هي الحدود. لذلك كانت حقا لماذا؟ للجماعة كلها. تصور لو أن الإسلام العظيم وهو يقيم كما قلنا خطة العدل بحسب بحسب هذه الحدود المرعية المشدد في أمرها، قال لا، تبقى كلها حقوقا فردية، الزنا والسرقة والقذف، الحرابة، كل هذه واضح أنها تخص المجتمع كله، المحاربين على الأمة كلها، على المجتمع كله، يخلون باللغة العصرية، يخلون بالأمن العام. لو الإسلام فعل كذا مصيبة يا إخواني. تعرفون لماذا؟ لأن الحقوق الفردية لا تقام إلا إذا طالب بها الضحية المجني عليه، واضح؟ لازم هو روح يطالب بها. علشان هيك نحن نرجح مع الإمام مالك والشافعي أن حد القذف هو من الحقوق الفردية، فيه حق الجماعة لكن يغلب فيه الحق الفردي. تعرفون لماذا؟ حق القذف يمكن أن تتنازل عنه، تسامح، تقول سمحت خلاص، إذن هذا ليس حقا للجماعة، مثل القصاص. حق القذف لا يقام إلا إذا رفع الدعوى من صاحب الأمر، من الشخص المعني، يعني المقذوف في عرضه. لذلك الأرجح مذهب المالكية والشافعية أن حد القذف من من حقوق الأفراد، مش من حقوق الجماعة. فيما عدا ذلك الحقوق هذيك أو الحدود هي حقوق الجماعة. هو يعنيه أن يسرق، يعنيه أن يسرق. أنا وضحت هذه لأنني استعجلت وقلت الذي يقذف، لا، يغلب هنا أن يكون حق الفرد على مذهب فقط من ذكرت. الآخرين قالوا يغلب في حق الجماعة، فيها قولان المسألة. على كل حال، لو الله جعلها حقوقا للأفراد ماذا يحصل إخواني وأخواتي؟ أول شيء الشخص المجني عليه ضعيف، ليس ذا حيثية المسكين. الشخص الزاني قوي، قوي في الدولة، في المجتمع، في الطائفة، في العشيرة، في القبيلة، قوي بحزبه، بجماعته، بالمافيا تبعته، ما بعرف. هنا ماذا يستكين المجني عليه المسكين؟ يقول لك ايش دخلني، ارفع دعوة عليه بخلص علي، بصفيني. لكن هنا يستطيع اي واحد يرفع ماذا؟ الدعوة اذا لم تبلغ الحاكم، بسموه الحق، ايش هذا؟ العام، الحق العام. اي واحد، يا جماعة فلان سرق اي بيت فلان، خلاص راح فلان في 60 داية هذا السارق، شفتوا؟ هذا هو. والان لا تقبل لا شفاعة ولا وساطة ولا في عفو. اذا ثبتت السرقة بالبينة او بالاقرار راح قطعت يده، لانه هذا حق مين؟ حق الجماعة. وبعدين حتى من غير هيك يستطيع ايضا الجاني لو كان هذا حق الفرد ان يساوم، ياتي الى الضحية يساومه، بعطيك كذا كذا كذا، بالترغيب وبالترهيب كمان، فممكن ان يسكته. وهنا يبقى حبله مرسل على على غريبه، يهدد الاخرين في حقوق كما قلنا ما فيش فيها وجه فردي، هو يهمه ان يسرق وبس، يهمه ان يزني وبس الى اخره. هذه حقوق الجماعه، هذه خطه الاسلام. ومن هنا هذه الحدود ايها الاخوه، صمام امان وضمان عداله، كما قلنا تسري على ابن الرئيس، على ابن امير المؤمنين، وعلى افقر واصغر واحقر رجل في الدوله، ولا يمكن لاحد ان يشفع فيها او يتدخل. هذا هو العدل، هذا هو العدل، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين، واهدنا إلى أرشد
أمرنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين ولمن حضر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونضرع بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجلى أن تعز المسلمين وأن تكفيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن توحد المسلمين على قلب أتقى رجل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم سبل السلام واغفر لهم وأعزهم وأظفرهم بعدوهم وانصرهم يا رب العالمين وأعلي شأنهم وألهمهم رشدهم وأعذهم من شر نفوسهم برحمتك إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.